يقول السائل: عملت عمرة منذ أيام وعلمت الآن أنني دخلت من الحجر شوطا أو شوطين، فماذا أفعل الآن علما بأني قد قمت بعمرة ثانية لأبي المتوفى ولم أدخل من الحجر والآن لبست المخيط، أفادكم الله؟ تعتبر عمرتك الثانية هي العمرة الأولى، لأن عمرتك الأولى ما هي بصحيحة، وأنت باق على إحرامك العمرة من العمرة الأولى، فلما جئت بعمرة ثانية صارت هي الأولى وأكملت العمرة الأولى. وإذا أردت أنك تأتي لوالدك بعمرة فتذهب مرة ثانية وتأتي بعمرة لوالدك. أما العمرة التي أتيت بها له هذه عمرة لك، لأنها مضي في العمرة الأولى حيث لم تؤدها.